ولمتابعة هذا الموضوع أكثر ينضم معنا مدير إعلام تعز نجيب قحطان. سيد قحطان، أهلا وسهلا بك. يعني ما مدى تطبيق السلطات المحلية في تعز لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المدينة المحاصرة أصلا؟ أهلا وسهلا سيدي العزيز. أولا أود أن أوضح أن السلطة المحلية في تعز بدأت في وقت مبكر بمكافحة وعمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأنها بدأت بتعليق المدارس والدراسة في المدارس والجامعات، وانتهت بتعليق الدراسة في جميع المعاهد العلمية والخاصة. اليوم هناك أيضا حملة أمنية شديدة لإغلاق كافة الصالات وإغلاق أسواق القات. وإغلاق أسواق القات لا يعني عدم دخول القات وبيعه في المدينة، لكن إغلاق أسواق القات يأتي فقط لتوزيع الذين يبيعون القات في الزقة وفي الشوارع والأحياء حتى ينتهي التجمع وينتهي الازدحام. وبالتالي هناك اليوم توجيهات شديدة بالضرب بيد من حديد لكل من سيخالف قرارات رئاسة الوزراء والسلطة المحلية في مواجهة هذا الفيروس، خاصة وأن هذا الوضع لا يرحم وهذا الوضع غير معروف. وبالتالي إذا لم يتم الضرب بيد من حديد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة هذا الفيروس وإغلاق كافة أماكن التجمعات، فإن تعز تتعرض لنكبة لا يحمد عقباها. نعم، على الصعيد الصحي والطبي يعني سيد قحطان، يعني سيما أننا كنا نتمنى إجراء مقابلة مع الدكتور رياض الجريري، لكن يعني أكيد لديك بعض المعلومات عن التجهيزات الطبية في المستشفيات وتزويدها بالمستلزمات اللازمة لهذا المرض إن دخل لا سمح الله. نعم سيد العزيز، لا نخفيك أننا في تعز نعمل بقدر الاستطاعة حتى لتوفير الإمكانيات الضرورية واللازمة، لكن عبر شاشتكم الموقرة نطالب أيضا منظمة الصحة العالمية ونطالب رئاسة الوزراء ونطالب وزارة الصحة بإطلاق الإمكانيات الخاصة الإمكانيات الصحية الخاصة بمحافظة تعز من أجهزة طبية ومن محاليل، خاصة وأننا حتى الآن لم تستلم محافظة تعز المحاليل الخاصة بإجراء فحص كورونا، إضافة إلى أن معظم الأجهزة ومعظم التجهيزات الطبية لا تزال محتجزة ولم تصل إلى تعز، وبالتالي إن لم يتم الإفراج عنها وإيصالها إلى تعز في هذا الوقت فمتى سيتم إيصالها، خاصة وأننا في مواجهة وباء خطير جدا. لكن مع كل ذلك نقوم بإجراءات هامة، خاصة وأن مكتب الصحة يبذل جهدا شديدا في مواجهة هذا الوباء ويجري احترازات معينة، وبإذن الله سنكون عند حسن الظن في حالة لا قدر الله ما دخل هذا الفيروس. لكن إذا لم يكن هناك تعاون من الجميع لن ينفع لا مكتب الصحة ولا نستطيع أصلا أن نحمل أي جهة معينة في عدم مواجهة هذا الفيروس، خاصة وأن هذا الفيروس وباء عالمي عجزت عن مواجهته الدول العظمى، فلا يمكن أن نواجهه نحن لحالنا. نعم، طيب يعني نتحدث مع مدير مكتب إعلام تعز، الكثيرون يقولون الآن مرحلة الفيروس في يعني في عموم اليمن الحمد لله كونه لم يدخل الآن مرحلة إعلامية وتوعوية، يعني الآن الجهات الإعلامية المختصة كيف تقيمون أداءها وما هو المطلوب أكثر في هذه المرحلة؟ نعم أخي العزيز، بخصوص التوعية الإعلامية، نعم للأمانة هناك كافة القنوات، لا أظن أن فقط القنوات المحلية، لكن لا يمكن أن ننكر الجهد الإعلامي على مستوى كافة المواقع الإلكترونية والقنوات الإعلامية، سواء المحلية أو العربية أو الدولية، التي خصصت معظم مواقعها للتنويه والتعريف بهذا الفيروس وخطورته. وبالتالي نحتاج الآن إلى وعي مجتمعي وتكاتف مجتمعي من الجميع، لا أن يقتصر التوعية على فقط الوسائل الإعلامية، يجب أن يكون هناك خطيب الجامع مساعد مع الحملة الإعلامية، أيضا المجتمع، أيضا المشايخ، كل الناس، كل من يستطيع أن يوصل صوته بأي شكل من الأشكال، أن يعمل صوته معنا للتوعية الإعلامية بأن هذا الفيروس خطير جدا، وأن هذا الفيروس يمكن مواجهته بأقل التكاليف في حالة إذا ما التزمنا البقاء في منازلنا واتخذنا إجراءات احترازية لفترة معينة، فأن نظل أسبوعين أو 15 يوم داخل منازلنا خيرا من أن نقضي هذه الفترة داخل المستشفيات أو نقضيها في المقابر حتى لا نودع من أحببنا معهم البقاء. وبالتالي هذا الفيروس رغم خطورته إلا أن مكافحته أمر يسير، وبالإمكان أن نبقى داخل منازلنا حتى نتخلص من هذا الوباء الكارثي. نعم، مدير إعلامي مكتب تعز نجيب قحطان، كل الشكر لك.